مساكم الله بالخير، يلا حيهم يا مرحبا ومساء، شرفتوني اليوم صراحه. كنت متواجد باستراحه مع اصحابي اصحابي يا ربي يا صاحبي. طبعا عبيد شخص طلب تندل كلهم الحين، الله يطول عمرك، اتشرف صراحه اتشرف ما شاء الله. بسالك سؤال، حجم راسك ايش فيه؟ يعني كم تعطيه؟ هو على شارعين، هذا رقم واحد. ممتاز جدا. طبعا تجاري تجاري ولا تجاري؟ تجاري حلو. كل شيء حلو، ما في الا فكره واحده مع هذا الكبر كله، ما في الا فكره. تعجبني. لا تضغط على راسك، لا تضغط. عاد انت تدري راسك كم يكفي فكره؟ كم؟ قسما بالله اذا هو بيكفي 3000 ومليون 22، انا اقول شيء بس شيء شوي فيك. راسك كبير يا عبيد، والله شوف على الجنب، شوف. لا اله الا الله، انت راح طولك كله في راسك. ها طلع جمع الطرق. تقول حلاوه، شفت الحلاوه ذيك المصاص ذيك اللي يجي صغير فوق وراسه كبير. يا مرحبا ابو سعيد، الحين ضبط علاقتي بتخوي العشاء. ايه العشاء لي انا صح؟ انا اختار لبي واللي ما بي. دقيقه استوب، العشاء من هنا؟ للشخصيه. كيف العشاء لك؟ مو بعازمني انا وياك الرجال؟ انت يا ابن عم انا اجنبي، يعني العشاء لي. انت فاتحين بطنك حتى مع ابن عمك الرجال اللي ما يفتح بطنه؟ مو هو رجال. نعم. المهم تبي تخويني؟ اعطيني اكثر، لازم اضحك عشان تخويني، ولا انت مخويني؟ المهم كذا تعال انت الحين شيخ الاستراحه، يعني رايح هاي شيخ استراحه. يلا يا عريس عين الله تراك بدر الناس. اليوم ابو سعيد قال ما حد يروح معي الا قايل لي نكته، بس صراحة من بين النكت عجبتني نكتة عبيد صراحة. حلوة والله العظيم. بالله عبيد عطني وجهك وقول النكتة. وش هي النكتة؟ تضحك يا مطرقين. والله لا اضحك، انا قد ضحكت قبل شوي. والله حلوة عجبتني صراحة. والله حلوة. كويتي طالب شاورما. كويتي طالب شاورما حلو. قال حق شاورما تبيها صاج؟ قال اجي اتغشمر معاك. لا حلوة. والله العظيم حلوة. قسما بالله حلوة. يا ليت النكت كلها مثل يا اخوي هم الكويتيين يا اخوي تدروا اذا ما قط قط الكويتي ما يكون كويتي ما يكون كويتي جنو صوب دواني. ها الحمد لله على السلامة. وانا اصير خرج والله خذيتي غطة يا ربي، فيني خمول اليوم عذب الله. مرحبا في ذمتي يا خرج. هذه الشخصية شخصية ابو عنده 5 بدعان بهذلي. سلام عليكم يا ارحبوا عبيد. مسوي نفسه ثقة عبيد. ها شو؟ علي يا جماعة الرحمن علي حبيبي. حدينا سيف من تيس يقول اتحداك تركبون، احنا 6 نركب بدل هيكس. شوف الحين بس هذول 3 4 5 6 دقيقة. اي بسم الله الرحمن الرحيم. بس بس ها دبل دبل اي اجلس في حضن الهدوء. نزل عليك الكاتش علي. اصبر اصبر راح 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 قدم لا راح 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 معك والله. بس والله اول ما عبيد 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 الشرطة غرضها معك. يلا راح العقب في بوك. الله غرض معك. روح ابو وصل. وين احطه فيه؟ احطه فيه.
اسم شرقه الحرام كبر وصانع وين نذر نعرف كنا يلا حط واحد نقرا معدهم مثل قول وي 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 خلا خلا تروح في والديك جاني 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 على كباجي يا معجد خلني وجهك ارقد وتمشي انت هل انت وجهك ام الحصان يا 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 عبيد بزار نزعني يا حليل حاضر اوكي ترى النذر اللي كنت احسني ام خلاص والله والله كنزل ويا كبر المنع بعد يا رجل رجل بعد تحرك بعد تحرك يا بنت تحرك يا رجل يا بنت هل هذا وجهك وجهك ام الحصان وجهك مخصص يا ام تبي معنا صاد علي انا من هيس صافك وجهك تعجب انت الحين يا وش بتزين بيها سجلوك استغل بها ثلاث الحين البلفا علي وات از ذس ايام انسق بيها طيب اصحى عندها ابيض خذيه وجهي ابو مطرف يمكن هذا ايش ذوقه هذا بدقق بلا ثلاث ثواني خشمك دعنا صاحب الشباب كمان بلعب ولا شوف راسه ما دخل راسه وجهي ترى يمكن حط راسك ما تدري هاي براسك بدقق طيب اخذوا الرجال شوف المشكلة فوق جنة جيب تاوة ثانية خلي شوف وجهك جيب تاوة ثانية عشان حط وجهي منه خد منه وخد منه إنا الهواء صابغة بودرة في خط وجهي هنا واللي ما يجاوب يفرك وجهه يفرك وجهه الجواب بسرعة على طول بسرعة تأخر يفرك وجهك هنا ما يجاوب يفرك وجهك هنا علي علي تسلب يفرك وجهك هنا عندي نظام عندي نظام أزياء وش حطنا مراكب وهن جالسين وانت اسالنا وذا في يدك اللي ما جاوب بخ وجهه كذا حلو صح اجي من ذي حلو ضبطتك ضبطتني وجواب اسئله لو ما ايه لو ما جاوب بسرعه يبخ وجهك يلا ثاني كيف الجواب ولا ثاني ادمنك ادمنه لا لا 6 ثواني عقب 5 ثواني عطر 5 ثواني جينا عشان يلا عطري تونه صح لا لا مو بنظام هذاك حيوان سمك علي عبد الله لبي لبي الحين مو جاي جماد بحرف الالف ايوان الايوان عطني 5 ثواني والله صدق عطني 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 يا طويل العمر حيوان بحرف الساء ساكل ساكل حيوان ما يجد حيوان بحرف الواو وردة تقبع انت شو صاير عطري انسان حظه ما يغمض حظه ما يغمض هاي احمر ولا عطري يا طويل العمر نبات بحرف الشين شابورة روكا لا لا بيض الله وجهك قسم بالله احس انك في مات كمان بحرف الخاء خارورة 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 وين خارورة دي خبارة 5 ثواني عادي انسان بحرف ال ذا ذعار سنت سنت امك مذكوك ابو راس انسان بحرف القاف قاسم حر حر من اللي ظهر من القمة نبات بحرف ال شين يا ولد داخل دبانه بيض الله وجهك بيض الله وجهك ابو صالح يا اخي سؤال سهل الله يرحم والديك سؤال سهل ها بلاد بحرف الواو وين سر الدلع دوانا فيدي وحرف السين حضانة قزبنا وضعنا حضانة اسأل سؤال صح بلاد وفكر بلاد بحرف ذا اذربيجان لا الف 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 الف
طيب سعيد نبات بحرف الياء ينقدوره ينزون ينزون ألف مبروك العفو العفو هذا بعد دعوة الوالدة أي مشغل بالله جدارتي وإني تحملت هذا العناء إلين وصلت لهذا اللون للبشرة بس مزودة مسكر الله يرحم والدك قسم بالله مزودة فوق اللازم الله يرحم طول العمر اللي فاقد الشيء لازم اللي يبالغ فيه هذا تنكر يا عمل وجينا ما عاد بيصير أبيض يا لبيه لوني الأول الأول اللون الأول أقسم بالله تاكله غاح يا دوب جبت وجهي اخشب بالله قبل الكاميرا تقعد يا نور ابيض وجه عطها ضيق دقيقه 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 شو هذا ما جاء شيء حب حب ما عندي ما طلع ولا شيء طب قول لك يا ولد شنبات تسوي الحركات استحلى وجهك يا ولد بكره عيالك بكره يشوفونك تمام نمشي يا سيو اعتبرها طرده يعني نعم اعتبرها طرده تتصلني باكر